طبعا بمناسبه بقى الحديث عن العلاقه الطيبه ما بين مصر والمغرب، في كمان فيديو لقطات حابين برضو نعلق عليها استاذ محسن كمان واكيد استاذ نبيل، بين طبعا استاذ فوزي اللقجع وكابتن محمود الخطيب. يعني جميله جميله الروح دي، وهي دي بقى الروح اللي بتتصدر للاجيال كمان المختلفه وللجماهير، الرقي في التعامل والموده ما بين الشعبين في رموزهم، حاجه محترمه. وكنت بتشوفوا ازاي؟ اتفضل استاذ. ده طبعا ايام كاس العالم للانديه بالظبط، وكان من حسن حظ الاهلي ان هو اول فريق مصري زار المغرب بعد كاس العالم للكبار، فعشان كده لقى هذه الحفاوه. هو النادي الاهلي اكتر فريق زار المغرب ولعب اصلا. ده حقيقي بلغه بحكم المشاركات طبعا. فطبعا النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب راح طبعا زار فوز الاقجع وهنهم طبعا على الانجاز اللي عملوه في كاس العالم للكبار، وكان الفرصه كويسه لان طبعا كان حصل بعض المشاكل عقب نهائي العام الماضي دار الابطال اللي يقيم في مباراه واحده ويقيم في الدار البيضاء وقتها، وكان في يعني الجمهور الاهلاوي كان غضبان وكان عنده حق بكل امانه، حتى الاخوه المغاربه بيقولوا لكن دي مش مشكلتنا، يعني انتوا عندك حق بس مش مشكلتنا في الاخر. فدي يعني ايه، الحمد لله اللي حصل حصل. فدي جت بعديها ازالت بعض الضغائن اللي كانت موجوده، بسيطه موجوده مش هننكرها لكن كانت بسيطه. فالحمد لله ان جت في التوقيت ده ان نادي بحجم النادي الاهلي زار المغرب ولقى حفاوه، والناس ما كانش فيها اي ما فيش مشاكل خالص، كانوا بيشجعوا زي ما كانش حد بيشجعوا الوداد وقتها. وطبعا على المستوى الرسمي طبعا الكابتن محمود الخطيب رمز الكره المصريه ورئيس النادي الاهلي، وسيد فوزي الاقجع اللي هو رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه، فطبعا ده كان شيء جميل وان شاء الله هيتكرر في مرتين بقى ان شاء الله في مصر وفي المغرب على هامش طبعا ذهاب واياب النهائي الافريقي طبعا من الاهلي والوداد الفتره الجايه ان شاء الله. انا اريد ان اضيف شيئا على هذه الصوره. محمود الخطيب هو من مفاتيح قوة الأهلي، هذا الرجل محترم جدا، لا يتحدث ولا يخرج في وسائل الإعلام، وما ثبت أن عاينا محمود الخطيب في تصريح خارج عن الإطار. صحيح. هذا الرجل يشتغل في صمت، الرد على الأرض دائما، دي حقيقة، يشتغل في صمت. صحيح. وإبداعته في الملعب هي إبداعته في صمته، قوة الأهلي في صمت رئيسه، حينما تتحدث كثيرا تغلط، وهذا الرجل لا يتحدث كثيرا، وهنا سر قوة هذا الرجل. والأهلي، أنا حينما زرت نادي الأهلي ومقر الأهلي وقفت على شيء يعني من نقط القوة للفرق، هو العائلة، والعائلة هي الارتباط بالمجتمع. صحيح. وحينما يرتبط النادي بالمجتمع أنك تضمن استمرارية النادي. عيلة الأهلي يا أستاذ نبيل، احنا هاشتاج عيلة الأهلي، شوف كم مليون عليه ده. مليون. أنا استقبلني أحد الزملاء رئيس المركز الإعلامي قال لي 150 ألف أسرة. 150 ألف أسرة يعني كيف؟ هذا النادي هو الصرح، هو مثال ونموذج، وهذا الرجل محترم. وأنا كنت يعني أتابع تصريحات الرؤساء، هذا الرجل لا يتحدث، لا يعني، وهذه قوة وفكرة للفعل. الترفع عن يعني أشياء الدخول بالفعل. طبعا. لا، وهذا احنا أنا من جيل تابعت المباريات، يعني محمود الخطيب ومجدي عبد الغني، وكنا شوف ما نحن، أنا أدعو شيء آخر بعيدا عن الدراما والمسلسلات، يعني مصر شيء آخر، كرة القدم المصرية شيء آخر، وأعتقد على أنه من يريد أن يرى تجربة ديال الفرق المصرية على أن يزور الأندية المصرية ويزور الأهلي بالتحديد. حضرتك نورت. شكرك على كلامك أستاذ نبيل والله. شكرا لك. لا، هذه صراحة، أنا أشوف حينما تعاين نموذج على أرض الواقع، أن ترى الأم مع الحفيد مع الأب مع يدخلون النادي، يعني شيء مفرح.